إقبال كثيف تشهده سوق المنامة خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث تتواجد في السوق الأقمشة والملابس النسائية الشعبية والرجالية بكميات وفيرة نظرا لزيادة الطلب عليها خلال الشهر الفضيل. وقد أكد تجار سوق المنامة على انتعاش السوق منذ مطلع شهر رمضان وصولا للاستعدادات للقرقعون وعيد الفطر المبارك، مؤكدين أن زيادة الأعداد التي زارت السوق من الزبائن وصلت إلى أرقام قياسية. ما أن تدخل إلى سوق المنامة لتجد في استقبالك رائحة البخور والعنبر وبريق لمعان الذهب البحريني الذي ذاع صيته بين مختلف الدول، حيث يشهد سوق المنامة خلال شهر رمضان المبارك إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين والسياح، لا سيما الملابس الشعبية التي تزين أرجاء السوق بجمال ألوانها وتصاميمها الجميلة والتحف التراثية التي تجسد تاريخ البحرين وعراقته. والله من ناحية التجار توفر الأقمشة بجميع الأنواع، ومن ناحية الكستمر اللي يجون في السوق يجون من جميع الأطياف ومن جميع المناطق. المنامة عندهم المركز الرئيسي للتجارة وبالذات الأخذ المقتنيات مالهم. والله الأقمشة احنا من قبل شهر رمضان احنا كنا نستعد نسوي وناخذ طلبيات من التجار ونقطعهم ونوديهم للخياط يطرزهم ويخيطهم وبرزهم كامل، وبس بداية يوم الثاني الثالث من شهر رمضان جتك الجماعة تطلب الأقمشة البارزة الجاهزة يعني. ومن الأقمشة تتميز الملابس الرجالية بتواجدها إلى جانب المقتنيات الشعبية الرجالية التي يزداد الطلب عليها من قبل المهتمين بماضي البحرين وتراثه. أما بالنسبة للبشوت والعبايات النسائية فيستعد التجار بتوفيرها بأحسن جودة استعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد. سوق المنامة دائماً هو منتعش، نتسوق فيه نتمشى فيه، وياي اليوم أخذ ثيابي مال العيد، ودائماً حتى غير رمضان و طول السنة أنا آي يعني في الأسبوع 3 مرات 4 مرات دائماً آي، السوق كله منتعش. سنوياً جري من طول السنين يعني إننا نستعد حق شهر الخير، يكون موسمنا موسم البيع عندنا الرئيسي في شهر رمضان للبشوت وللعبايات، يستعدون الناس للعيد طبعاً وحق ليالي شهر رمضان استقبالات وهالأشياء. نجهز خاماتنا من البداية، نسوي طلباتنا علشان بدي نخيط تاخذ الأشياء وقت طويل لأن كلها خياطة يدوية العبايات والبشوت. هو البشوت نتكلم عليهم بمواسمهم، وهم أشكال وايد وأسعار وايد والتشكيلات وايد. في شيء ناس يقول لك لا أنا أبي ربيعي، في بعضهم يقول لك لا أنا أبي صيفي، بعضهم يقول لك أنا أبي لندني، وفي النجف الياباني، وفي النجف اللي هو الدرجة الأولى. على مر السنين وتعدد الأسواق التجارية الجديدة في مملكة البحرين، لا يزال سوق المنامة يحتفظ بمكانته كوجهة تجارية ومعلم سياحي تفوح منه رائحة الماضي وعبقه رغم التحديثات التي طرأت عليه. في الحقيقة هناك مشاهد متميزة وقصص تحكيها المقاهي الشعبية والشوارع والمحال القديمة. سوق المنامة هو المنصة للعديد من المنتجات والصناعات التي تلامس الماضي والحاضر، ويعتبر السوق الوجهة الأولى للمتسوقين الذين يبحثون عن الأصالة والتراث. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.